أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. ده بارت 2 في لكشر 6 في البلد، وهو هقسمه حتين. في شوية نقاط تجمعات لطيفة هنقولها، دي نمرة واحد، ده الجزء الأول. الجزء الثاني هوريك إزاي هنراجع الهيموستيزيس مراجعة سريعة لكنها very effective، وهتوريك كيف إزاي بنعمل مراجعة ما قبل الامتحان يعني السرعة الواجبة، وتبقى very effective لو سمعتها أكثر مرة. فالأول هنقول آتي يا شباب، الصفحة دي أنا وريتها لكم قبل كده، إنما لا بأس نشوفها تاني. اللي بيلخبط في الهيموستاسيس يا أولاد هو مجموعة أرقام بتتداخل، فأنا قسمتها لكم إلى ست مجموعات. أول حاجة اللي هي الفايبرينجين جروب، فالفايبرينجين جروب قلت بيشمل ديفينتلي الفايبرينجين اللي هو فاكتور رقم واحد، ومعاه 5 زائد 8 يساوي 13. أظن سهل تذكرها. الفايبرينجين جروب 100% على رأس القائمة هيبقى الفايبرينجين، عشان كده سموها فايبرينجين جروب، ومعاه 3 تانيين هتفتكرهم إزاي؟ 5 زائد 8 يساوي 13. وتعرف عن هذا الجروب انه كل ما ينطبق على الفايبرينجين ينطبق على الجروب. فالفايبرينجين بيبقى اكتيفيتد بالثرومبين، يبقى كل الجروب ده اكتيفيتد بالثرومبين. وان اكتيفيتد باي بلازمين اللي هو كان بيكسر الجلطه، يبقى البلازمين ان اكتيفيت كلهم قلت ما عدا فاكتور 13 لان ده بعد الجلطه، ده فايبرين ستابيلايزر. المعلومة الرابعة ان قلت انه بيفورم البلد كلوت وعليه السيرم، عبارة عن اللي فاضل بعد ما تربي الجلطة من البلازما. يعني لو خدت البلازما سبتات الجلة رميت الجلطة، اللي فاضل ده نسميه السيرم، سيرم دي فايبرينيتد بلازما، بلازما من غير فايبرين، من غير فايبرينجين جروب، يبقى not present in serum. وقلت اللي مش في السيرم not stable on storage، مش هيبقى stable in storage، اللي مش يبقى دي اول مجموعة في الستة. يبقى الفايبرينجين جروب بيشمل، عد معايا، الفايبرينجين اللي هو رقم واحد ومعاه 5 زائد 8 يساوي 13، معلومة تانية activated بالثرومبين، تالتة inactivated بالبلازمين ما عدا فاكتور 13، معلومة الرابعة ان هو بيصنع الجلطة، يبقى اذا السيرم ده عبارة عن بلازما بدون جلطة، يبقى not present in serum. والمعلومة الأخيرة اللي مش في السيرم يبقى مش stable in storage. مجموعة تانية prothrombin group بيشمل prothrombin ومعاه 7 و9 و10، وقلنا زي نحفظها، تفتكر الكرينيال الأوتونومي كانوا 3 7 9 10، بدل 3 أقول prothrombin اللي هو فاكتور 2 ومعاها 7 9 10. ده الجروب اللي محتاج فيتامين كي، نيد فيتامين كي عشان تعمل يعني، وبالتالي توقفه بايه؟ بالدايكيومارول، فاكر اللي هو بيكمبيت مع فيتامين كي. طب ده بقى مع الكونتاكت جروب نمرة 3 اللي هو فاكتور 11 و12، وقلت ليه يسموه كونتاكت؟ ده فاكتور 12 بيسموه كونتاكت فاكتور لانه بيتنشط لما يجي ان كونتاكت مع سيرفس، فده اكتيفيتد جوه الجسم بالكولاجين وبره الجسم بالنيجاتيف تشارجز وبيتابول سيرفس، دول بيساعدها عمل الجلطة، only help blood clot formation، وبالتالي ما دخلوش في الجلطة، وبالتالي ما ترموش مع الجلطة، وبالتالي ما زالوا موجودين في السيرم. واللي قلت اللي في السيرم هما اللي stable in storage، تقدر تخزنهم، الاس مع الاس، اللي present in serum stable in storage، اللي مش في السيرم مش stable in storage. للأوائل في البروثرومبين جروب والكونتاكت جروب في واحد بيدخل في الجلطة منه اللي هو البروثرومبين نفسه. طيب مجموعة الرابعة، مين اللي specific factor for the intrinsic pathway؟ قلنا 2 قبل 10 و2 بعد 10. لما يجي ده سؤال MSQ، مين الفاكتور ما بتشتغلش غير في الانترنتيك باثوي؟ الزفة 2 قبل 10 8 9 و2 بعد 10 11 12. طب دلوقتي اتعلمنا ان هم دول اللي موفيليا بيصيب الانترنسيك باثوي، بيصيب 3 منهم، ففي موفيليا A بيبقى ناقص 8، في موفيليا B بيبقى ناقص 9، في موفيليا C بيبقى 11 12، مش داخل في الموفيليا، مش هنألف امراض مزاجنا،
بيقول لك هيموفيليا قايس ليلى يجي في مخك انترنسك باثوي. طب الانترنسك باثوي فيها 8 و9 و11 و12. خد اول 3 8 9 11 وبترتيب الاهميه سبحان الله 8 هو الاكثر اهميه ف9 ف11. طيب ازاي نتست الانترنسك باثوي؟ لسه قايلها فاكر اسم التجربه اكتيفيشن بارشال ثرومبوبلاستين تايم. قلت لو شلت كلمة تايم هيبقى لك كم كلمة؟ 4. لما تلاقي التجربة اسمها فيها 4 حروف زي التايم شيل تايم 4، يبقى دي اللي عاوز 4 فاكتور، يبقى هي دي بتاعت الانترنسك باثوي اكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاست تايم، وتاخد وقت اطول. فاكرها كم؟ 40 سكندز. انما مين السبيسيفيك فاكتور فور ذا اكسترنسك؟ المجموعة الخامسة 7 بس، بطولة مطلقة للاكسترنسك 7. طب هاو تو تيست الاكسترنسك باثوي؟ قلنا بالبروثرومبين تايم. لو شلت تايم يبقى فاضل كلمه واحده بروثرومبين، يبقى هي دي التست بتاعت الباثوي اللي فيه فاكتور واحد. دي مجرد مصادفه للتحفيز للتذكر. لو بقى كلمه واحده بعد ما شلت تايم بروثرومبين يبقى ده الباثوي اللي فيه فاكتور واحد اللي هو 7، يبقى ده تيست فور اكسترنسك باثوي. لو شلت تايم لقيت فاضل لك 4 كلمات اكتيفيشن بارشال ثرومبوبلاستين، يبقى ده بيتست الباثوي اللي فيها 4 فاكتور مجرد مصادفه، يبقى هي الانترنسك باثوي. وقلت دي 40 تاخد وقت اطول سكندز، انما دي 14 حتى الاعداد لذيذه 40 سكندز 14 40 14. المجموعه السادسه والاخيره مجموعه الهيبارين. قلنا الهيبارين ده مساعد البطن، ده ما هو نفسه ما بيمنعش التجلط، ده بينشط اللي بيمنع التجلط اللي هو الانتي ثرومبين 3 اللي هو قلنا اسم نخله وهو قصير ملوش علاقه بالثرومبين، اسمه انتي ثرومبين 3 وهو ملوش علاقه بالثرومبين، انما بيمنع التجلط بانه بين اكتيفيت 4 فاكتور ورا بعض. تبتدي بأني واحد؟ قلت لك بطريقه حلوه بيسعى في الخير، تبقى 9 10 11 12. خلاص، وهي فاسيلتيتي بالهيبارين. ده الست مجموعات، هنقولهم ارقام بس قولهم معايا بسرعه. فايبرنجن جروب، يبقى فايبرنجن اللي هو رقم واحد بحط معاه 3، 8 زائد 5 زائد 8 يساوي 13. بروثرومبين جروب، بدل ما تقول 3 7 9 10 قول بروثرومبين 7 9 10. كونتاكت جروب 11 و12 المجموعه الثالثه. مين السبيسيفيك فاكتور فور انترنسك باثوي؟ 2 قبل 10 و2 بعد 10 8 9 11 12. مين السبيسيفيك فاكتور فور ذا اكسترنسك؟ 7. الهيبرين بيساعد مين؟ قلنا بيسعى في الخير، بيمنع التجلط بيسعى، يبقى 4 فاكتور اولهم 9 9 10 11 12. طيب نيجي اسماء الفاكتور يا اولاد. في بعض الجامعات ما اعرفش ليه هنا ما بيهتموش بالكلام ده، يقعد يسالك في اسماء الفاكتور، حاجه عقيمه ملهاش اي قيمه، انما انا هساعدك فيها برضه، مش هسيب حد يتعبك. البلاك بوبليشن فاكتور انا عشان تحفظ اساميهم قسمتهم لك 4 مجموعات، ده اسهل طريقه لحفظهم. احنا قلنا ان بدايه التجلط كان الفايبرنجين تحول لفايبرين، فالفايبرنجين ده فاكتور 1، البروثرومبين فاكتور 2، التيشو ثرومبوبلاست اللي كان بياكتيفيت فاكتور 7 كان فاكتور 3. طب ده في الانترنسك باث اكسترنسك باثوي بنحتاج حاجه من التيشو، طب في الانترنسك استعضنا عنه بمين بقى؟ وعش كده ما خدش رقم بالبليتلت فاكتور 3 اللي هو الفوسفوليبيد اللي موجود في السيل ميمبرين بتاع البليتلت. يعني التيشو ثرومبوبلاستين ده فوسفوليبيد جاي من التيشو. طب وبليتلت فاكتور 3 فوسفوليبيد برضه بس جاي من البليتلت ميمبرين. حتى خد بالك هنا ده اسمه فاكتور 3 ضمن الكواجليشن فاكتور، ده واخد بالك لسه مو هنا بليتلت فاكتور 3 بس مش بالرومان ليترز عادي. يبقى هنا اعتبرناه كواجليشن فاكتور تيشو ثرومبوبلاستين، انما هنا اعتبرناه مع البليتلتس مهم للتجلط، عشان كده قلنا البليتلتس سموها ثرومبوسايتس. الكالسيوم هو فاكتور 4، يبقى ادي مجموعه. طيب هاجي لخمسه وسبعه هقول لك ليه واخدهم. خمسه ده تبع الفايبرنجن جروب، فاكر 5 زائد 8 يساوي 13، يبقى تبع الفايبرنجن جروب اللي هو مش ستيبل ان ستورج. مش قلنا ده مش في السيرم مش ستيبل ستورج؟ عشان كده سموه لابايل فاكتور. لابايل يعني سهل قوي ان هو تفقده، انما 7 ده كان ضمن البروثرومبين جروب، بروثرومبين 7 7 9 10
اللي هو في السيرم، وقلنا اللي في السيرم بحرف الاس ستيبل ان ستورج، عشان كده سموه ستيبل فاكتور لانه تابع البروثرم جروب. اظن هناك فرق ازاي بيقولوهم لك وازاي العبد الله بيقولهم لك. ليه هم الاسماء دي جابوها منين؟ يبقى خمسة تبع الفايبرينجين جروب اللي هو نوت ان سيرم، واللي مش في السيرم مش ستيبل، يبقى لابايل عكس ستيبل. انما سبعة تبع البروثرومين جروب اللي هو في السيرم، واللي في السيرم ستيبل ان ستورج. طيب نيجي دي المجموعة دي حفظناها بالقصص بتاعت مجموعة الهيموفيليا يا اولاد. فاكتور 8 ده اهم واحد، 80% من حالات الهيموفيليا سببها نقص فاكتور 8، فعشان كده بيسموه انتي هيموفيليك اي فاكتور. اللي عنده اي فاكتور ما عندوش هيموفيليا، ضد الهيموفيليا. لو ما فيش هيجيلك هيموفيليا، لو عندك ما يحصلكش هيموفيليا، انتي هيموفيليك اي فاكتور. طيب او بيسموه انتي هيموفيليا جلوبولين. قلت لك ليه جلوبولين؟ لان كل الكواجيليشن فاكتورز عباره عن بيتا جلوبولينز. مين الولد اللي ادوله فاكتور 8 ما خفش؟ ستيفن كريسمس، فعشان كده سموه كريسمس فاكتور، فاكتور 9 او انتي هيموفيليك بي فاكتور، ان هو ضد البي فاكتور. طيب او سموه بلازما ثرومبوبلاستين كومباوند، يعني حاجه في البلازما مهمه لعمل الجلطه. بلازما ثرومبوبلاستين، حاجه في البلازما لعمل الجلطه كومباوند. فاكتور 11 سموه بلازما ثرومبوبلاستين انتيسيدنت، يبقى الفرق ان ده كومباوند انما ده انتيسيد. اظن فاهم انتيسيدنت يعني ليه سموه انتيسيدنت، لانه ده قلنا 11 بينشط 9، 11 بيسبق 9، فيبقى ده كومباوند. مين الكومباوند اللي قبله مهم لعمل الجلطه؟ يبقى هما الاثنين بلازما ثرومبوبلاستين، حاجه في البلازما مهمه لعمل الجلطه. 9 و11 هما الاثنين حاجه في البلازما لعمل الجلطه. بلازما يعني في البلازما، ثرومبو يعني جلطه، بلاستين يعني مخلق، حاجه في البلازما لتخليق الجلطه. 9 هو الكومباوند، 11 بينشط 9 يعني بيسبق 9، فسموه انتيسيدنت يعني يسبق، يبقى مش بيسموا عبط. اسهل اسماء ان ده تسميه انتي هيموفيليا اي فاكتور، والتاني انتي هيموفيليا بي فاكتور، والتالت انتي هيموفيليا سي فاكتور، بس احنا هنا جامعه بنفهم. اخر ثلاثه دول اسماء اشخاص، او اسف فيهم اتنين اسماء اشخاص. ستيوارت باور فاكتور ده فاكتور 10، ده اهم واحد، ده اللي هو مارادونا اللي هو الخطيب 10 اللي في نص الموضوع اللي كنا بننشطه بسكه 7 او 8. ستيوارت باور فاكتور فاكتور 12 هبقى اشرحه لكم عليه قصص حلوه هشرحها في اوانيها، اسمه هيجمان فاكتور. فاكتور 12 وقلت لك هو ده اللي بيتنشط بالكونتاكت مع الكولاجين فسموه كونتاكت فاكتور، ولو حطيته في انبوبه اختبار بيتنشط بالازاز فسموه جلاس فاكتور. يبقى هيجمان فاكتور او كونتاكت فاكتور او جلاس فاكتور، عليه قصص طويله. ده 10 مش هنجيب سيرته تاني، هو جبناه في كواجيليشن اللي هو ستيوارت بروير فاكتور. 13 فاكر ده اللي كان الفاكتور الفقر اللي هو لو ناقص الفايبرين بيبقى ضعيف فسموه فايبرين ستابيلايزنج فاكتور. دي يا اولاد احسن طريقه بقول بيها هنا الكلام ازاي نعرف اسماء البلاك كواجيليشن فاكتور، بس هنا بنقول ده بنديكوا فكره لكن مش مهم تحفظ غير 3 4 كامثله. انا في تصوري اهم مجموعه هي المجموعه الاولى، تبقى عارفها كويس قوي، ان واحد فايبرينجين، 2 بروترومبين، 3 تيشو ثرومبوبلاستين، ويعاد له بليت فاكتور 3 يعادل 3. دي مش مصادفه ان هنا الفوسفوليبيد جاي من التيشو وهنا الفوسفوليبيد جاي من البليت، هنا في الاكسترنسك انما هنا في الانترنسك، والكالسيوم فاكتور 4. وفهمتك 5 وفي نفس الوقت وسبعة. خمسة ده ضمن الفايبرينجين جروب اللي هو مش ستيبل ان ستورج يبقى لابايل، انما سبعة ضمن البروثرومين جروب اللي هو في السيرم اللي هو ستيبل ان ستورج يبقى ستيبل فاكتور. 8 9 11 دول بتوع الهيموفيليا، انتي هيموفيليا اي، انتي هيموفيليا بي، انتي هيموفيليا سي. 9 لان كانوا مصادفة ان اكتشفوا شخص عنده هيموفيليا ما بيخفش سموه باسمه كريسماس فاكتور. طبعا في 11 خلاص بقى مش يعني لا يخدع الانسان مرتين، فاتوقع انه ممكن في فاكتور تاني مهم للهيموفيليا غير فاكتور 9 اللي هو فاكتور 11. 11 هو 9 مهمين لعمل الجلطه، موجودين في البلازما.
بلازما ثروموبلاستين. 9 ده الكومباوند، 11 يسبقه ده الانتيسيدنت. طيب وبعدين اخر 3 فاكتور 10 اللي هو ستيوارت بروير فاكتور، 12 اللي هو هيجمان فاكتور او ده اللي كونتاكت فاكتور عشان ده بيجي ان كونتاكت مع الكولاجين او في انبوبه الاختبار جلاس فاكتور، 13 اللي هو الفقر لو ما عندكش اللي قلت موجود في ايران في كاجان اللي هو الفايبرين ستابيلايزنج فاكتور، تبقى عارفها برضه. طيب كنتوا عدتكم اقول لكم حاجه ما بيقولوهاش عندنا، حاجه غريبه دي، اللي هو اهم فاكتور ما فيهوش تجلط اللي هو الفان فيليبران، فون فيليبران فاكتور وفون فيليبران ديزيز. ده نسبة لفون فيليبران سموه اسمه ادلف فون فيليبران اظن، ده اعتقد هذا هو اسمه الفون فيليبران، فسموه فون فيليبران فاكتور نسبة للشخص اللي هو اكتشفه في سنة 1924 اسمه فون فيليبران، ستيف ادلف اظن فون فيليبران، زكاه الذاكره لسه يعني في شويه ذاكره فهو ده اسمه مش مهم، المهم اسمه فون فيليبران واكتشفه في سنه 1914. نقصه ده اهم سبب لعدم التجلط في العالم. عارف ليه النسبه بقى انا عاوز بقى الزملاء يسمعوا الحته دي مش الطلبه، الزملاء ده الكومنست عشان كده لازم تقولوه، ده الكومنست كوز اوف فيلير اوف كواجيليشن، 1% من الناس عندهم نقص هذا الفاكتور، بس شوف رحمة ربنا لان هو الكومنست 1% لما قارنه بالليموفيليا. الليموفيليا كنت قلت لك ان النسبة 1 في كل 4000 أو 5000 في الليموفيليا، فعشان كده ده مايلد فورم يعني ما بيموتش. الليموفيليا بتأثر عمرك 10 سنين، الولاد اللي عندهم الليموفيليا بيبقى عمرهم اقصر 10 years، انما ده مايلد فورم فبقى ربنا لشيوعه خلاه يعني يبقى رحمة شوية ما يقتلش الإنسان. فاكر الفون فيليبران ده احكي لك عنه، ده كان بيلزق البليتلتس في الأدهيجن في الاندوثيليوم، فده بلاد جلايكوبروتين انفولفد ان هيموستيزيس. طيب مين اللي بيعمله؟ انا قلتها لك، هو بيلزق اف ايه الاندوثيليوم في البليتلتس، فهو بيتعمل في الاندوثيليوم والصب اندوثيليال كونكتيف تيشو وبيتعمل في البليتلتس، هو يعتبر الفا جرانيولز يعني زي الفاكتور 13. حتى تملي كنت اقولها بطريقه لطيفه، لما الواحد يحب يلزق حاجه يروح عامل ايه يعني حاطط الجلو اللي هو اللزق هنا واللزق هنا وحاطط تو سيرفس عشان اللزقه تبقى حلوه، البليتلتس تلزق في الكولاجين فايبر مصاب كويس، فربنا خلى الفون فيليبران فاكتور بيطلع من البليتلتس، هو الفا جرانيولز في البليتلتس، هو البروتين جرانيولز، ما هو جلايكوبروتين قلناه يبقى هو الفا جرانيولز، ما هو الالفا جرانيولز هو البروتين، مش انا قلت هو جلايكوبروتين وطالع من الاندوثيليوم والصاب اندوثيليال تيشو، فاي اصابه هنا كانك لما تصيبهم طلع منهم الجلو لزقهم في بعض، يبقى لطيف. طيب ليه اعتبر الفون فيليبران يعني متعلق بفاكتور 8؟ اقول دلوقتي احنا بنعتبر فاكتور 8 ده جزئين، فاكتور 8 بتاع الكواجيليشن ده زي بقيه كواجيليشن فاكتور بيتعملوا في الليفر، بيتا جلوبين بتعمل في الليفر، لكن عشان يتنشط محتاج هذا الفون فيليبران فاكتور. بيقول لك انه الهاف لايف بتاعت فاكتور 8 بتبقى ساعه لساعتين بس، في وجود هذا الفاكتور لما بيتحد مع هذا الفاكتور الهاف لايف بتطول 8 إلى 12 ساعة، ففيري امبورتنت اكتيفيشن فاكتور 8، لدرجه في بعض الكتب يا اولاد بيقول لك يبقى تعالى نعتبر فاكتور 8 ده جزئين، فاكتور 8 جزئين اهو مسع على نفسي، فاكتور 8 الاساسي 8 بتاع الكواجيليشن والكواجيليشن اكتيفيتي سموه سي، حتى ده زي بقيه كواجيليشن فاكتور بيتعملوا في الليفر بيتا جلوبولينز، انما عشان يبقى ناشط والهاف لايف بتاعته تبقى طويله محتاج حاجه جايه له من البليتلتس والاندوثيليوم اللي هو الفون فيليبران فاكتور، خلاص لما يلتقي بيها عشان كده يسموه فاكتور 8 ريليتد انشن، ساعات يسموا الفون فيليبران فاكتور فاكتور 8 برضه متعلق فاكتور 8 ريليتد يعني متعلق انتيجين، لان هو جلايكوبروتين لما يجيله هيخليه اكثر نشاطا، وعليه لما تفكر بذكاء كده
يبقى الفون فيلبران ده الفاكتور الوحيد اللي متداخل. مش انا قلت لك ان الكاجوليشن موضوع والبليتليت موضوع؟ ده متداخل فيهم هما الاثنين بقوه. يعني بيبتدي موضوع البليتليتس بالاديجن ومهم لتنشيط فاكتور 8 مهم لباينز تو فاكتور 8 وفي نفس الوقت بليتليتس اكشن. طب تعال ناخد بقى الفون فيلبران ديزيز. ده الموست كومون اللي ما بيقولوش الزملاء عشان كده اتمنى يبقوا سامعيني. بليدنج ديس اوردر 1% من الناس. موستلي هيريديتري غالبا بيبقى وراثي. ريلي اكواير في بعض الادويه لما ناخدها بتنقص الفاكتور الاكواير ده مكتسب انما غالبا مورث. انما ريلي اكواير بيؤدي لايه بقى؟ بليدنج زي الهيموفيليا بس اقل خطوره. الهيموفيليا كانت في الجوينتس والماسلز ده في السكين والميوكاس ممبرين اكتر. Sometimes بيحصل gastrointestinal bleeding أو ينزل عند الستات دم كتير في وقت الحيض من نوراجيا أو متعلق بالجهاز التناسلي بتاعهم. طبعا لأنه more common شوف رحمة ربنا 1% عشان كده هو milder form أخف من الهيموفيليا. طب افرض زاد بقى ده بيبقى rare. افرض الفاكتور ده زاد يحصل بالعكس يعني نقصه هيؤدي إلى سيول الدم. طب زيادته لو زاد بس ده extremely rare بيحصل thrombotic problems يعني يتكون جلطات. او نقدر نقولها عشان يعني اكتر هم لقوا ان الناس اللي عندهم جلطات كتير بيبقى الفاكتور ده زيادة. هل هو المتسبب ولا لا؟ الله اعلم. طيب نيجي طب ايه الفرق بين الهيموفيليا والفون فيلبران ديزيز؟ الهيموفيليا A وB خد بالك اللي هم الاشهر قلنا سي دي فيري رير اللي هي بتاعت الاسكندنافيا اليهود. A وB بيجوا في الميل اساسا انما الفون فيلبران ديزيز زي فيتامين K ميل وفي ميل. طب ده 6 لينكد وريسيسيف انما ده اوتوزومال دوميننت. اوتوزومال دوميننت عشان كده لانه دوميننت بيجي كتير 1%. طيب ده سببه لو ايه ناقص 8 لو بي 9 اللي هو الكريسماس فاكتور انما ده الانتي هيموفيليا. انما ده سببه ناقص الفون فيلبران فاكتور. طيب ده رير 1 لكل 4000 وعشان كده سيريس انما ده الكومنست. الكومنست اكتر فيتامين كي 1% مايلدر فورم اوف بليدنج. هنا البليدنج بيبقى في الماسل والجوينتس وعش كده بينفول بينفول هنا في السكين والميوكس ممبرين اساسا. طب تعال نشوف بقى في الهيموفيليا بيبقى البروثرومبين تايم نورمال اللي هو بتاع الاكسترنسك باثوي. الهيموفيليا اللي بايظ عنده الانترنسك لكن مين اللي طويل؟ الاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم دي برونجت لانها الانترنسك والبليدنج تايم بيبقى نورمال. يبقى حاجه واحده بس اللي برونجت في الهيموفيليا اي وبي اللي هما بتاعه الانترنسك باثوي لكن الاكسترنسك باثوي بتبقى نورمال اللي هي البروثرومبين تايم والبليدنج تايم نورمال. وطبعا ما تنساش ان الكواجوليشن تايم برضو بيبقى طويل في الهيموفيليا. الكواجوليشن تايم طويل في الهيموفيليا وفي نقص فيتامين كي وفي الفون فيلبران اي حاجه متعلقه بالكواجوليشن بتطول الكواجوليشن تايم. خد بالك بقى دي فون فيلبران ده برضو بينشط فاكتور 8 اللي هو الانترنسك يبقى الاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم هي البرولونجد لان هو متعلق باني فاكتور اهي في نفس الصفحه مش محتاجه ازق كتير اهي هشاور لك بالليزر. فاكتور 8 يبقى يطول الاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم انما البروثرومبين تايم نورمال. فين بقى الحته المهمه قوي قوي دي؟ ان هنا لان ده متعلق بوظيفه البليتليتس ان بيلزقها في الاندوثيليوم فعش كده قالك البليدنج تايم مي بي برولونجد اور نورمال. يعني هنا ممكن يبقى برولونجد لو الكميه نقصت جدا بحيث مش عارفين يلزقوا ببعض البليتليتس في الاندوثيليوم. وده هنا سؤال من اصعب الاسئله يا اولاد. مين الفاكتور الوحيد اللي ممكن يطول فيه البليدنج تايم والكواجيليشن تايم؟ فون فيلبران فاكتور لانه مهم لوظيفة البليتليتس بيلزق البليتليتس في الاندوثيليوم فيطول البليدنج تايم وبينشط فاكتور 8 وبالتالي بيطول الكواجيليشن تايم. ده ذا كومنست ديزيز وعملها لكم في جدول مش عاوز يعني اعيد فيه كتير يعني لانه يعني هم مش هيسالوكوا فيه غالبا. هنا طبعا ده اساسي ان 1% ومايل فورم. في عجاله ده بيحصل في الميلز ده ميل وفي ميل. ده اكس لينكد وريسيسيف ده اوتوزومال ودومينانت. دي بتفسر ليه ده 1 في 4000 وده 1%. ولو ربنا خلاه
1% خلاه مايلد لانه كتير، وال1 ل 4000 خلاه سيريس. ده في السكين والميوكس ميمبرين، ده في الماسل والجوينتس. هما الاثنين الهيموفيليا بتاثر في الانترنسيك 8 و9 و11. طب ده بيأثر، ده هو 8 بالفون فيبران، ده حته من فاكتور 8. يبقى هما الاثنين يبوظوا الانترنسيك اللي هو الاكتيفيتد بارتشر فروم بلاستن تايم، تبقى طويله. لكن البروثرومبين تايم بتاع الاكسترنسيك هما الاثنين نورمال. امال ايه الفرق؟ ان هنا ممكن البليدنج تايم يبقى طويل، ودي التجربه الوحيده اللي يطول فيها كواجيليشن وبليدنج تايم في الفون فيبران ديزيز، ما فيش غيرها. هنا سؤال مشهور، مين ذا اونلي اكسبيرمنت لعيان عنده هيموليتيك ديس اوردر عنده البليدنج والكواجليشن ممكن يبقوا طوال؟ فون فيبران ديزيز اللي ما سموش عنه هناك، انما هنا البليدنج تايم نورمال في الهيموفيليا. طيب نيجي بقى ده التلت ساعه الاولانيه، نص ساعه الثانيه مراجعه سريعه يا اولاد للهيموستيزيس. يلا نقولها كده مش هعيد حاجه بسرعه وتقعد تسمعها انت مرتين ثلاثه. قلنا الهيموستيزيس اهو، انا جهزت في الخمس دقايق دي الاوراق تاني، رحت وجهزتهم تاني. الهيموستيزيس معناها ستوبج بليد. يلا بهدوء كده ومره واحده ركز معايا، انت قول معايا الهيموستيزيس اللي هي معناها ستوبج بليدنج. فور ستيبس. اول حاجه واسرع حاجه بتحصل ان سكندز ان نعمل فازو كونستريكشن، بس ستيل في فتحه، نسدها بتمبوري بليتليت بلاج. وانس حصل بليتليت اجريجيشن قلنا ده ينفع في البين بريك لما يكون جرح صغير، كفايه كده، دول كفايه. في معظم الاونه بيبقى الجرح اكتر من بين بريك، يبقى بالاضافه الاثنين دول نعمل بلاك كواجيليشن. قلنا ان لم يحدث بليتليت اجريجيشن فلن يحدث بلاك كواجيليشن، وان الجلطه عباره عن فايبر نتورك بروتين خيطي، عامل شبكه من بروتين خيطي. اول ما رميت الشبكه دي مين اكتر سمك في الدم هتصطاده؟ الار بي سيز، عشان كده بيبان لونها احمر كده. وقفت نزيف، بس وقفت صهران الدم، مش هتسيب الوضع على كده، لازم بعد شويه لما الفيسل ينمو ويبقى كويس ويلتئم شيل الكلام ده كله. مين بيديزولف البلاك كلوت؟ فايبرينولايسين انزيم موجود في البلازما فسموه بلازمين. يبقى دي الاربع خطوات الاساسيه. اول خطوتين الفازو كونستريكشن تمبرالي بليتليت بلاك، دول لو كان جرح صغير تمبريك، وده فكره البليدنج تايم انها بتعتمد على البليتليتس ولا تعتمد على الكواجليشن فاكتورز. جرح اكتر من كده بتضطر تعمل جلطه اون توب، بعد كده لازم تشيل الجلطه بالبلازمين، مفيش اعاده كتير. يلا نيجي اول عمليه اللي هي الفازو كونستريكشن، قلناها بطريقه جميله جدا، دي بتحصل ان سكندز، وقلنا سؤال مسكي مهم جدا، اخطر لو قطعت الفيسل. قلنا الفيسل عباره عن حلقات كده، فلو قطعته ترانسفيرس انت بوظت حلقه واحده، ففي فرصه ان بقيه الحلقات يقفلوا الفيسل. لكن لو قطعته لونجيتيودنال انت قطعت كل الحلقات، فلما هتكونتراكت ايفن هيفتح اكتر، يبقى الترانسفيرس اقل خطوره من اللونجيتيودنال. ده سؤال ام اس كيو يا اولاد. طيب قلنا بقى بطريقه جميله جدا في الفازو كونستريكشن، ما عشقت مثل عشق النظام. ايه اللي بيعمل فازو كونستريكشن؟ حاجه من بره وحاجه في الوول وحاجه جوه الفيسل. يبقى حاجه بره الفيسل، حاجه في الوول، وحاجه جوه الفيسل. من بره نيرفس ريفلكس، مبعثه ايه؟ الالم. طب حاجه في الوول، ان الوول بتاع الفيسل، الماسلز بتاعت الوول بتاعت الفيسلز من دون الماسلز لما تضربها تنقبض. اي ماسل قلنا لما بتضربها ما بتنقبضش. خاصيه فيها لوكال يعني محلي، مايو يعني عضله، جينيك حاجه جينيريتد في الماسل لوكالي، لوكال مايوجينيك كاركتر، انها تكونتراكت باي تروما. طب حاجه من جوه، دي الاهم، لوكال هيومورال فاكتورز، يعني حاجات في سائل مش سائل دم، هيومورال يعني سائل، والمعني هنا سائل الدم. ايه المواد اللي في السائل والمعني سائل الدم اللي بتساعد فازو كونستريكشن؟ كلها طالعه من البليتليتس. سيروتونين اللي هو سموه سيروتونين لانه اول ما نقوله هو تركيز عالي في السيرم، ثرومبوكسان اي 2 اللي هو بروستاجلاندين، والادنوزين دايفوسفيت، والتاتا بليتس. يعني ثلاث حاجات بيعملوا فازو كونستريكشن، حاجه من بره اللي هي ريفلكسبل بين، حاجه من جوه اللي هي اللوكال مايوجينيك
كونتراكشن بالتروما، واهم حاجه اللي هي من جوه هيومورال فاكتور، لوكال هيومورال فاكتور كلهم البليتلت، سيروتونين، ترومبوكسان اي 2 اند ادينوزين دايفوسفيت. نيجي نمره 2 بليتلتس رياكشن او بلاج. فقلنا يا اولاد انه البليتلتس بتجوب الدم في جيئات وذهاب لو تشوف انهي بسر اتعور، كما يتحقق المهندس من سلامه الابنيه كذا تتحقق الصفائح من سلامه الاوعيه. جمله جميله هي. فاول حاجه لو لقيت فيسل متعور، عرفت ازاي متعور؟ الاندوثيليوم وقعت وبان تحتيها الكولاجين. هي عندها ريسبتور في الجلايكوبروتين كوت الاحمر ده بتلتصق بالكولاجين وعمرها ما تلزق في السموث اندوثيليال سيلز. فاول حاجه حصل لها اديجن. قلنا يا اولاد ان طبقه واحده لا تكفي. ايه يعني شويه بليتلتس لزقوا في الكولاجين دول؟ ما احنا عاوزين بلاج، عاوزين ملايين البليتلتس تعمل سداده محترمه، مش عاوزين طبقه مايكروسكوبيه من البليتلتس لزقت. الطبقه دي يحصل لها اكتيفيشن، هتسول هتنتفخ وبعدين يحصل متاتا ريليس رياكشن، طلع الكنوز اللي فيها. الكنوز دي من شانها انها تدعو بقيه البليتلتس، تعمل لهم اجريجيشن، بليتلتس اجريجيشن، ملايين البليتلتس جم اهم. وقلنا العمليه دي سيلف ريجينيتيف، يعني التجميع يزود التجميع يزود، وهكذا العمليه ماشيه بوست فيدباك. من اول ما جمعناهم نبتدي التجلط، بروكواجلانت اكتيفيتي، يعني التجلط ما يحتاجش انك تعمل بلاج من وهم اجريجيتد، وبعد كده يحصل البلاج اهي. بس خد بالك التجلط ما حصلش على البلاج، حصل من اول ما حصل الاجريجيشن. وقلت ايه الفرق بين الاجريجيشن والفيوجن؟ هنا ريفيرسابل، انت تقدر تعدهم 1 2 3 عدد البليتلتس، بليتلتس كل واحده لوحدها، انما هنا اي ريفيرسابل، بقوا امالجاميتد، بقوا فيوزد كتله واحده. طيب قلت الموضوع ده صعب، قلت لا مش صعب، انك مفروض في كل خطوه تقول بتحصل ازاي. فانا خدت الخطوات الزوجيه اللي هي رقم 2 اكتيفيشن و4 الاجريجيشن والفيوجن، دول الصعبين. وقعدت افكر لقيت حاجه لطيفه قوي، ان هما الثلاثه في ماده مشتركه بتعملهم اللي هي الادينوزين دايفوسفيت، يبقى على الاقل انت ضمنت ماده في ثلاث خطوات. ادينوزين دايفوسفيت بيعمل الثلاثه، الاكتيفيشن نمره 2 والاجريجيشن نمره 4 والفيوجن نمره 6. طب طالب اشطر، في ماده بتشترك في المقطع الاول بس، هي مش نفس الماده طبعا، ثرومبين، ثرومبوكسان اي 2 اللي هو بروستاجلاندين وثرومبين، يبقى الثرومبين بيعمل اكتيفيشن، ثرومبوكسان اي 2 بيعمل اجريجيشن، الثرومبين بيعمل فيوجن، يبقى ثرومبين، ثرومبوكسان اي 2 اند ثرومبين. طب للاوائل بقى في حاجه ثالثه بتعمل الثلاث خطوات دول، فالاكتيفيشن بالاضافه للادينوزين دايفوسفيت والثرومبين اللي بيشجعوا الادهيجن اللي هي الخطوه اللي قبلها. طب والاجريجيشن بليتلت اكتيفيتنج فاكتور. طب والفيوجن انزيمز، يبقى حاجه مشتركه ادينوزين دايفوسفيت فيهم كلهم، حاجه مشتركه في المقطع الاول ثرومبين، ثرومبوكسان اي 2 اند ثرومبين، وحاجة مختلفة تماما ادهيجن بيشجع الاكتيفيشن، بليتلت اكتيفيتنج فاكتور بيشجع الاجريجيشن، انزيم بيشجع الفيوجن. طب فاضل لي بقى الثلاث خطوات المفرد اللي هو الادهيجن والريليس والبروكواجلانت اكتيفيتي. الادهيجن قلنا من التصق بمن؟ قلنا الريسبتور بتاعت الجلايكوبروتين كوت التصقت بالكولاجين اللي هو باللون الازرق. طب مين المادة اللاصقة؟ دلوقتي فاهمها بقى؟ الفون فيلبراند فاكتور اللي اكتشفه فون فيلبراند، ادولف فون فيلبراند سنة 1924. طيب وهنا بقى اللزقة معتبرة، فربنا خلاها بتطلع من الاثنين، يعني مختزنة في البليتلتس كالفا جرانيول، لأن هو جلايكوبروتين، جلايكوبروتين يبقى بروتين جرانيول يبقى الفا جرانيولز في البليتلتس. وبتعملوا الناحية الثانية الاندوثيليوم والصاب اندوثيليال تيشو، فلو تعورت الانسولين هيطلع منها السمخ، شوف الروعه. يعني الفون فيلبراند فاكتور ده اللي هو جلايكوبروتين بيتعمل فيه كليهما، دلوقتي فهمته اكتر. انت هتلزق مين في مين؟
بليتلتس في الصاب اندوثيليال تيشو. طب ايه رايك بقى هو طالع من ايه؟ انت هتحط صمغ هنا وصمغ هنا، هو طالع من البليتلتس، هو عباره عن جلايكوبروتين، يبقى بروتين جرانيول، يبقى الفا بروتين جرانيول من البليتلتس، وفي نفس الوقت هو طالع من الاندوثيليوم والصاب اندوثيليال تيشو. نيجي ريليس رياكشن اسهل. انت عشان تطلع المواد اللي هو البليتلتس لازم تعصرها، وعشان تعصرها لازم تكونتراكت الاكتين والمايسين اللي فيها، وعشان تكونتراكت الاكتين والمايسين محتاج كالسيوم، قلنا بطل مصحيه الانقباض هو الكالسيوم، فيدخل الكالسيوم يكونتراكت الاكتين والمايسين تعصر البليتلتس تطلع الدنس والالفا جرانيولز اللي جواها الكنوز اللي فيها، يبقى كالسيوم. هم عايزين كالسيوم في ريليس بس، بقيت الحاجه دي تسيبها لخيال السامع. كالسيوم هيكونتراكت الاكتين والمايسين يعصر البليتلتس. طب اخر حاجه، باي طريقه قلنا انه ان لم يحدث بليتلت اجريجيشن فلن يحدث بلاك كواجليشن. يعني البلاك كواجليشن محتاج ايه في البليتلتس عشان يحصل؟ محتاج سيرفيس فوسفوليبيد تجمع عليه كواجليشن فاكتورز، اللي هو فوسفوليبيد ميمبرين بتاع البليتلتس، اللي هو سميناه بليتلت فاكتور 3. وقلنا كان بيكافئوا مين بقى لما بنعمل تجلط؟ ما احنا دلوقتي بنراجع لو احنا في الاكسترنسك باثوي هنجيب الليبيد ده منين؟ من التيشو، كان اسمه حتى تيشو ثرومبوبلاستين، وهو برضه فوسفوليبيد زي هنا، وكان فاكتور 3 التيشو ثرومبوبلاستين فاكتور 3، بس هناك بتكتبها بالرومان ليتر اللي هو 3 شرط، انما هنا ده مش تبع كواجليشن فاكتور، ده مهم للكواجليشن لكن مش معتبرينه ضمن ال 12 فاكتور الاساسيين. خد بالك ان فاكتور 6 قلنا مش موجود، لو كنت ناسي فاكتور 6 لو وجود له بليتلت فاكتور 3 اللي هو ميمبرين فوسفوليبيد. يا سلام بقى لو كتبت الستة دول بالشرح ده. طيب ممكن يجيب لك السؤال بطريقه اصعب شويه، ما يقولكش بقى السؤال ده ليه سخطين اهو، بليتلت رياكشن او بليتلت بلاج سداده. ردت فعل البليتلت عمل 6 حاجات، الاول لزقت، ادهيجن اكتيفيشن، طلعت اللي جواها ريليس، اتجمع بقيه البليتلتس اجريجيشن، ابتدينا التجلط بروكو اجرانت اكتيفيتي وفيوجن. ده عنوانه بليتلت رياكشن او بليتلت بلاج. ساعات يجي لك بقى فانكشنز اوف بليتلتس، سؤال مختلف تماما للاوائل، بقولها بطريقه لا تنسى، في 2 قبل التجلط و2 بعد التجلط. ده ما يمنعش البليتلت بتساهم في الجلطه عن طريق بليتلت فاكتور 3، هتكتبها يعني ان في بليتلت فاكتور 3 ده مهم للتجلط، انما في 2 قبلها وفي 2 بعدها، يعني حقيقه الامر في 5 وظائف. يبقى البليتلت كواجليشن دي هتكتب بليتلت فاكتور 3 وفي 2 قبلها و2 بعدها. قبلها كانت هي اللي بتعمل البازو كونستكشن، اهم حاجات بتعمل البازو كونستكشن كانت طالعه من البليتلتس، سيروتونين، ثرومبوكسان اي 2 اللي هو بروستاجلاندينز، وادينوزين دايفوسفيت، والبليتلت بلاج نفسها اللي من ضمنها البروكو اجرانت اكتيفيتي، يعني ممكن ما تكتبهاش بس وضحها له اكتر. البلاك كواجليشن كان محتاج في دول البليتلت فاكتور 3، يا ريت تبقى اوضح. لكن ما انت ما هتكتب البليتلت بلاج دي كامله السته هتقول من ضمنهم البروكو اجرانت اكتيفيتي. طب واثنين بعد التجلط، قلنا ان خيوط الجلطه الفايبرين ضعيفه، عشان نعمل ما بينهم كروس بونز ونقويهم عشان ما يتقطعوش محتاجين فايبرين ستابيلايزنج فاكتور اللي هو فاكتور 13. وحفظت لكم بطريقه لطيفه، قلت لك فاكتور مين العامل الفقر اللي هو بعد ما بيعمل الجلطه، هي عملنا جلطه الحمد لله في جلطه، الجلطه تفككت والعام مات. ليه؟ لان نقصه ايه؟ فاكتور رقمه فقر، هو عام فقر والرقم فقر 13 اسمه فايبرين ستابيلايزنج فاكتور. وقلنا دول 400 وشويه مريض موجودين في ايران اكتشفوه مرض نادر. ارجع المحاضره الاساسيه. طب بعد كده بقى خلاص كل حاجه ظبطناها، عاوزين نرجع الفيسل يمه تاني ويبقى زي الفل. فالبليتلت بتطلع جروس فاكتور، عشان كده يسموها بليتلت درايف جروس فاكتور، يبقى فاكتور بيعمل جروس درايف من البليتلتس. هو ما بيطلعش بس من البليتلتس، بيطلع كمان من البليتلتس، مهم العمل الاندوثيليوم والسموث ماسل والفايبروبلاست، بيستيميليت النمو بتاع الاندوثيليوم والسموث ماسل والفايبروبلاست. يبقى ده السؤالين بتوع الفانكشن بليتلتس. نيجي النقطه الثالثه،
اللي هو الكواجيليشن ثيوري. ده سؤال مهم جدا، نظرية التجلط. قلنا ناخدها كما حدثت. الجلطة يا اولاد عبارة عن فايبر نتورك انتانجلينج ار بي سيز فايبر. فالجلطة معمولة من مادة سابقة اسمها فايبرينوجين، جينيسيس اوف فايبر. دي ده الجلطة، وعش كده سموا الفايبرينوجين فاكتور واحد. ده البداية، ان الجلطة فايبرين معمول من فايبرينوجين، يبقى ده فاكتور واحد. قلت يا اولاد ان هذا الفايبرينوجين سوليبل دايب ومعمول من 6 بيبتايد تشينز. انا عاوزه يبقى خيوط مش دايبة، انسوليبل اللي هو الفايبرين، خيوطة هي مش دايبة، دول معمولين من 4 بيبتايد تشين بس. طب عاوز ايه؟ عندي بروتين فيه 6 بيبتايد تشين، عاوز منهم 4، يبقى محتاج ايه؟ محتاج اكسر، يبقى محتاج بروتيوليتيك انزيم يكسر يجيب لي 4 بس. فبدل ما هو يبقى ان، بدل ما هو سوليبل يبقى ان سوليبل اللي هو فايبر. مين بقى هذا البروتيوليتيك انزيم اللي هو الثرومبين؟ ده مهم جدا. وقلت معلومة جميلة، ان كل الكواجيليشن فاكتورز يا اولاد بروتوليتيك انزيمز مش بس الثرومبين. طب الثرومبين ده هيعمل اخطر قرار في عمرك، ان هو ده اللي هيقرر نعمل جلطه ولا نعملش جلطه. فاول حاجه ربنا خلاها في صوره غير نشطه اسمها برو، يعني قبل برو ثرومبين، يدي ثرومبين النشط والثرومبين يحول فايبرينوجين الى فايبر، فسميناها فاكتور 2. يبقى شايف البدايه ده واحد، الخطوه اللي بعديها هيبقى فاكتور 2. قلت يا اولاد هذا هو اخطر قرار في الجسم، انك انت تحول بروثرومبين لثرومبين وتعمل جلطه. لان لو عملت جلطه خطا في القلب هيتوفاك الله، وقلت ده سبب وفاه، قولوها لي انتوا، قولوها لي انتوا، كم واحد في كل 3 في عالمنا هذا هو السبب الاول وفاه في العالم؟ السكته القلبيه اللي هي جلطه خطا في القلب. تاني سبب السرطان. قلت فلانه حاجه خطيره هيقوم بها مجلس الشورى يتشاوروا نعمل ولا نعملش بروثرومبين اكتيفيشن، فسموهم بروثرومبين اكتيفيشن كومبلكس، المجموعه اللي بتقرر نعمل ولا نعملش بروثرومبين اكتيفيشن، ننشطه ولا ما ننشطوش. شوف الاسم جميل، بروثرومبين اكتيفيشن كومبلكس. هذا مجلس الشورى بيتكون من رقمين وكلمتين، رقمين فاكتور 5 و10 وكالسيوم وفوسفوليبيد. 5 و10 وكالسيوم وفوسفوليبيد. وانت دلوقتي فاهم ان الفوسفوليبيد ليه مصدرين، يا اما تجيبه من البليتلتس لو كنت جوه الدم، الفوسفوليبيد ممبر بتاع البليتلتس، تجيبه من التيشو. يعني حتى انت فاهم كويس قوي دلوقتي الفوسفوليبيد ده بيجي منين. يبقى مجلس الشورى تكون من رقمين وكلمتين، رقمين لهم تاني لطاف حتى حفظهم سهل، 5 و10 5 و10 وكالسيوم وفوسفوليبيد، اللي هو جاي يا اما من الممبرن بتاع البليتلت لو كنت جوه، يا اما من التيشو. مين بقى زعيم مجلس الشورى عميد الكواجيليشن؟ هو فاكتور 10. لازم يبقى اكتف، يبقى اهم حاجه ان انا انشط فاكتور 10. قال لك في سكتين عشان تعملوا اكتيفيشن، ارقام جميله قوي، يا سكه 7 يا سكه 8. 7 يتحدث عن نفسه، انا عشان انشط لكم 10 ويحصل تجلط نشطوني. ازاي نشطك؟ قال اثبتوا لي ان في اصابه عشان ما اعملش جلطه بدون اصابه. اثبتناها له ازاي؟ جبنا له حاجه من بره البلاط من التيشو اسمها تيشو ثرومبوبلاستين، اللي هي تيشو فوسفوليبيد. انت قلت لك ازاي ده اثبات ان في اصابه؟ عاوز طالب ذكي عشان يجتت. 7 يا بابا ده في الدم، قال نشطوني بحاجه من التيشو. ايه اللي هيجيب حاجه من التيشو للبلاد؟ 7 ده في البلاد، ايه اللي هيجيب له حاجه من التيشو الا اذا الفيسل اتعور اصاب واتفتح وساح الدم بما فيه فاكتور 7 على التيشو، يبقى 100% في اصابه. يبقى عمر ما 7 ما هيتنشط في الاحوال الطبيعيه الا لو جات له حاجه من التيشو، وهذا لن يحدث في الاحوال بقول الطبيعيه الا لو
الدم ساعة التيشو، فسبعة اللي في الدم جاء على التيشو يبقى دليل إصابة. طيب سكة تانية بقى، سكة تمانية. تمانية يتحدث عن نفسه أو قبل ما جيله، يبقى الإكسترينسيك باثوي بطولة مطلقة الفاكتور سبعة. عندما أتكلم عن الإكسترينسيك باثوي فأنا أقصد سبعة، وعندما أتكلم عن سبعة فأنا أقصد الإكسترينسيك باثوي. وليه سموها إكسترينسيك؟ لأن دليل الإصابة إكسترينسيك، جبناه من برة من التيشو، تيشو ثرومبلاست. تمانية يتحدث عن نفسي، قال أنا عشان أكتبيت عشرة أنا نشط كل حاجة، بس هاتوا معايا أخويا تسعة. تسعة قال أنا عاوز أخويا 11 ينشطني. يعني خد بالك، تمانية عاوز تسعة بس معاه ما ينشطوش، أكتب هو. إنما تسعة قال عاوز أخويا 11 ينشطني، و11 قال أخويا 12 ينشطني. مش هنخلص، لا خلصنا. 12 قال أنا هتنشط لو ورتوني دليل إصابة. وروني دليل إصابة وانا اتنشط اعمل لكم جلطه، بس وروني دليل الاصابه. ورينا له ايه؟ ان الفيسل بدليل انه اصاب انه وقع السموث اندوثيليوم وبان تحتيه الكولاجين اللي كان نشط البليتلتس قبل كده. عشان كده سموا 12 ده كونتاكت فاكتور، لانه بيتنشط بالكونتاكت مع الكولاجين. وقلنا برغم ان دي اسمها انترنسك، يبقى ليه سموها انترنسك باثوي؟ لان دليل الاصابه انترنسك، انترنسك جوه الفيسل في الكولاجين. يبقى كلمة intrinsic شو معناها جوه الجسم؟ معناها ان دليل اصابة جوه البلاد فيسل. والدليل ان فاكتور 12 عشان هو لما بتحط الدم في تيست تيوب بيتجلط تبع للانترنسك باثوي، مع انه بره الجسم بالانترنسك. من يقوم مقام الكولاجين؟ الازاز. عشان كده سموا فاكتور 12 جلاس فاكتور. يبقى هنا يسموه جلاس فاكتور، هنا يسموه كونتاكت فاكتور. الازاز فيه نيجاتيف تشارجز اوفيتابل سيرفيس بتعمله تنشيط. يبقى الانترنسك باثوي قلنا بطوله جماعيه لاربعه فاكتور، حفظناها بطريقه جميله. 10 هو مارادونا، هو البطل، هو الخطيب. 2 قبله زفه، 8 9 و2 بعده هتبقى 11 12. اهي 8 9 يبقى قبل رقم 10 وبتكتب الارقام يعني، وبعد رقم 10 في رقم 11 12. افتكرها ازاي؟ مين اللي بينشطه؟ 10 زفه، 10 ده العريس، 2 قبله 8 9 و2 بعده 11 12. دليل الاصابه هنا من جوه الفيسل فبقت انترنسك باثوي، انما هنا من بره يبقى اكسترنسك. طب تسألت هو ليه ربنا عمل اكسترنسك وانترنسك؟ قلت انه في اما عندي مصاب في الشارع بعمل علاجين في الحياه، في اسعاف اولي ده سريع بس اقل كفاءه، وفي اسعاف في المستشفى بعد ما تاخد العربيه المستشفى بيبقى ابطا بقى، خدت وقت بس بيبقى مور افيشنت. طيب يبقى مين السريع 100% اللي عاوز فاكتور واحد اللي هو فاكتور 7؟ يبقى ده رابي لكنه ليس افيشنت. يبقى مين البطيء ومور افيشنت؟ الانترنسك سلو، لانه لازم 12 ينشط 11 ينشط 9، 9 مع 8 ينشط 10، يبقى سلو. طب ليه مور افيشن بقى؟ شرحتها، حتى دي شرحتها، لانه كاسكيد يعني شلال صغير. قلت ايه؟ لما تبص للشلال المية سرعة متزايدة بانتظام، يعني كل ما المية بتنزل سرعتها تبع العجلة الجاذبية بتزيد بانتظام. نفس الكلام هنا، ليه سموها كاسكيد؟ لان الرياكشن الثاني انشط من الاول، يعني 11 انشط من 12 و9 انشط من 11 انسؤون، كاسكيد رياكشن. يبقى ما يقول لك في كلمه واحده نظريه التجلط دي ايه؟ كاسكيد رياكشن. اقول لك حاجه جميله، البايو كيمستري كله كاسكيد رياكشن. طالب قال لي فهمنا اكتر، وضح. هل سبحان الله الله يستطيع الوصول لاي مركب عاوزه في خطوه واحده؟ ده 100%، كل شيء عند الله مستطاع. طب ليه في البايو بناخد سلسله من التفاعلات عشان نوصل للتفاعل الاخير؟ كاسكيد. التفاعل الثاني اقوى من الاول، والثالث اقوى من الثاني، والرابع اقوى. طب ايه ميزه الكاسكيد؟ افهمك شاب بايو، انه تزايد بانتظام، فيمكن التحكم في الرياكشن، اسراعه او ايقافه. لكن لو التفاعل انفجاري بوم فجاه طلعت الماده اكسبلوسيف، هتحكم فيه ازاي؟ دي سواي ربنا خلق كل التفاعلات الكيميائيه وملك اجليشن ثيري الى تفاعلات كيميائيه كلهم كاسكيد رياكشنز.
التفاعل الثاني أنشط من الأول، والثالث أنشط من الثاني، والرابع أنشط من وهكذا. تزال منتظم، يبقى القوت رياكشن عمالة تزيد، عشان كده مور افيشن ويمكن التحكم فيها. لو لقينا الإصابة ليست ديبال نوقف القصة. وقلت إن إحنا مش بنتجلط بدي أو دي، الاثنين سيمالتينيسلي، بس دي بتبتدي أسرع شوية وليس افيشن، دي سلو مور افيشن. طب هل في علاقة بين الاكسترنسك والانترنسك؟ طبعا. قلت يا أولاد سبعة سبعة بينشط تسعة، دي سؤال مهم جدا، إن سبعة بينشط تسعة. جينا بعد كده قلنا طيب مر زمن طويل عرفوا ازاي بيتنشط عشرة، القصة الطويلة دي. عشان كده قالك ان التفاعل لو عاوز تلخص الكواجريشن ثلاث خطوات. اول حاجة تأكتيفيت فاكتور عشرة، فهو بمجموعته خمسة وعشرة وكالسيوم فوسفوري، بالتاني خطوة ينشطوا البروثرومب الاثرومب، دي تاني خطوة. الثرومب يحول فايبرينجي الى فايبرين. يعني لو قال لك لخص لي ما ترغيش، قول لي التجلط بيحدث زي الخطوات الاساسيه في التجلط. الخطوه الاولى اكتيفيشن اوف 10 اللي عن طريق 7 و8. الخطوه الثانيه 10 بمجموعتي مجلس الشورى بتاعه اللي هو زعيمهم يحول بروثرومب لثرومب. الخطوه الثالثه والاخيره الفايبرينج نيدي فايبر. طيب قلت الفايبرين ده لوس، شفنا ان في مجموعه في ايران بعد ما يعملوا الجلطه الجلطه بتتحلل ويموتوا. الله، يبقى في فاكتور بيقوي خيوط الجلطه ويمنع الحكايه دي. طب احنا كنا افهم وصل ذيس از واي انا بشرح قصه، كنا وصلنا هنا فاكتور 12. طب الحادثه دي اكتشفناها في الاخر، يبقى عشان كده قالوا هنا فاكتور 13، تبقى فاهم. بستعجب للزملاء اللي بيقعدوا يقراهم فوق لتحت 12 11 9 او فجاه 1 2 وبعدين يرجع تلت. ايه الكلام ده؟ اشرح لهم الحكايه حصلت ازاي. بعد زمن اكتشفنا بتوع ايران دول كشان، قلت 400 وشويه، ده الناس فقر بعد ما بيعملوا الجلطه بتتحلل، لان ناقصهم فاكتور رقمه فقر 13، حتى اسمه فايبرين ستابيلايزنج فاكتور، ومحتاج لتنشيطه الى ثرومبين. ودلوقتي انت فاهم ليه؟ ما هو 13 ده مع الفايبرينجن جروب، وكل الفايبرينجن جروب، فاكر الفايبرينجن جروب؟ فايبرينجن 8 5 و8 و13 كلهم اكتيفيتد بال ثرومبين. ربط بقى، ربط كله بالثرومبين، 5 بالثرومبين، 8 بالثرومبين، 13 بالثرومبين، الفايبرينجن بالثرومبين، كل الفايبرينجن جروب اكتيفيتد بالثرومبين. لما يسالك مين الفاكتور الاكتيفيتد بالثرومبين، سؤال شبه مهم، يقف الطالب زي الاهبل كده ويطلع لسانه وينظر للسماء كما السمكة. اللي بتنشط بالثرومبين هو الفايبرينجن جروب، الفايبرينجن اهي وفاكتور 5 و8 و13 اهو كلهم بالثرومبين. بيعمل كروس بريدجز ما بين الفايبرين، يربطهم في بعض الخيوط فيبقوا اقوياء. ادي التجلط، يبقى في عجاله تاني. الفايبرينجن فاكتور 1 يتحول لفايبرين، ده الجلطه، فايبرين جايه من فايبرينجن. مين يعمل الخطوه دي؟ ثرومبين. طب اخطر قرار ثرومبين اللي بياخد قرار التجلط، موجود صوره غير ناشطه، برو ثرومبين. مين ياخد القرار؟ مجلس الشورى هو اللي يعمل برو ثرومبين اكتيفيشن، اسمه كومبلكس. قول لي اعضاء مجلس الشورى رقمين وكلمتين، 5 و10 وتسكت شويه عشان تدي فرصه عقلك يستوعب، 5 و10 وتسكت. وكالسيوم وفوسفوليبيد، كالسيوم ده فاكتور 4، الفوسفوليبيد ده ليه مصدرين، بيعمل بليتلس لو كنت جوه البلاد فيسل لاكسترنسك يجيبه من التيشو. مين زعيم مجلس الشورى 10؟ في كام طريقه لتنشيطه؟ 2، يا سكه 7 يا سكه 8. 7 بطوله مطلقه الاكسترنسك باثوي، ما فيش غيره في الاكسترنسك. ليه سموها اكسترنسك؟ عشان ادينا له دليل الاصابه من بره من التيشو. 8 زفه، 8 قال هاتوا معايا اخويا 9، و9 قال اخويا 11 نشطني، و11 قال 12 نشطني، مش هنخلص خلصنا، 12 قال وروي دليل الاصابه من جوه، هاتوا لي الكولاجين من جوه، يبقى انترنسك باثوي. تحفظهم ازاي؟ مين السبيسيفيك فاكتور فور انترنسك؟ 8 9 2 قبل 10، وبعدين ننقل بقى 11 12 2 بعد 10.
ده كاسكيد يبقى سلو ومور افيشن. ده فاكتور واحد يبقى رابد وليس افيشن. هل في علاقة ما بينهم؟ اه سبعة بين عشر تسعة. ايه اللي تقوله بعدها؟ ان هذا الفايبرين لوس في بتوع ايران بيتفكر محتاج فاكتور. يبقى الناس دي فقر ناقصها فاكتور رقمه فقر اللي هو رقم 13 ضمن الفايبرينيون جروب اللي بيقوي الفايبر اسمه فايبرين ستابلايزنج فاكتور ويتنشط برضه بالثرومبين. قلت يا اولاد الكالسيوم والفوسفوليبيد مهمين في الوسط ومهمين في الطرفين. كل الخطوات عاوزه كالسيوم وفوسفوليبيد. الكالسيوم من هو الايون؟ سؤال مشافه مهم جدا. افتح ودنك. من هو الايون مهم للتجلط؟ ما تقولش كالسيوم بزعل. ايونايز كالسيوم كما قوة شمشوم في شعره قوة الكالسيوم في التشارجز. مهم لكل الخطوات الاوائل ما عدا الفيرست تو ستيبس. ادي الكالسيوم وده فاكتور 4. ولا تنسى فوسفوليبيد ليه مصدرين من الفوسفوليبيد ممبرين اوف ذا بليتلت لو كنت جوه او تيشو ثروموبلاست اللي هو ما هو الا تيشو فوسفوليبيد من بره. السلام لو تكتب الكلام ده لو في حاجه فوق الفول ماركه هدوها لك يا ولاد. نيجي لل انتي كلوتينج ميكانيزمز خطوه رابعه. خلاص عملنا هيموستاسيس. قول لي بقى طيب ايه الخطوه الرابعه متضمنه في حته واحده. قول لي ايه الحاجات اللي عاملها ربنا عشان تحتفظ بسيوله الدم رياكشنز كيپينج بلاد فلويدتي اللي بتاخر ان يحصل لك جلطه في القلب وتوفاك الله بتاخرك شويه عشان تبقى يا طويل العمر عمرك مديدا لك عمر طويل باذن الله. ايه الانتي كلوتينج ميكانيزم؟ في ثلاثه جوه ثلاثه جنرال ليميتنج وثلاثه سبيسيفيك ليميتنج. ثلاثه جنرال كان بيجيب بعضه بقى وتفهم يا جماعة. السموث فاسكولار اندوثيليوم مخبية وراها مصيبة اسمها الكولاجين. لو بان لو السموث فاسكولار اندوثيليوم دي باظت بالاثيروسكليروزس وبان الكولاجين هيعمل مصيبتين. القطوة التانية اللي هي البليتليت بلاج هينشط بليتليت. بتبتدي بالبليتليت اديهيشن للكولاجين. قلنا مين بيلتصق بمين فاكر؟ الجلايكوبروتين ريسبتور بتاعت البليتليت بتلزق في الكولاجين. ومين الماده اللاصقه؟ فان فيلبراند فاكتور اللي هو شوف ربنا مقتزنها في البليتليتس وفي الاندوثيليوم والصاب اندوثيليوم. في البليتليت هي بروتين جلايكوبروتين يبقى هي الفا بروتين جرانيولز وبتطلع كمان من الاندوثيليوم. طب ليه اعتبروا دي جزء من فاكتور 8؟ لان فاكتور 8 بقى اللي اتعمل في الليبر بتاع الكواجليشن البيتا جلوبرين بيبقى اكثر نشاطا بالفولفيبراند. يبقى الفولفيبراند ده الفاكتور الوحيد اللي شغال مع البلاكس شغال مع الكواجليشن. وبالتالي واحد من اصعب الاسئله هنا مين الفاكتور الوحيد اللي لو نقص البلاكليت ما تعرفش تشتغل وبقى يطول البليدنج تايم وفاكتور 8 ما يعرفش يشتغل فيطول الكواجليشن تايم. طالب قال لي طب ما 8 ما اشتغلش بس 7 شغال اكسترنسك باثوي. اسمع دي اسمع دي. نحن نتجلط اساسا بالانترنسك باثوي مش بالاثنين. هي انترنسك ثم انترنسك ثم انترنسك. الاكسترنسك ده يعاون لكن لوحده ما يقدرش يوقف اي نزيف. حلوه دي يعني مش احنا هديه دي. نحن نتجلط اساسا بالانترنسك. الاكسترنسك يساعد. واديك دليل لذيذ جدا في الهيموفيليا مين اللي بايظ؟ الانترنسك باثوي بس 8 9 11 هيموفيليا اي بي سي. طب والاكسترنسك سليم ليه العام بيبقى عاني من نزيف رهيب وعمره اقصر 10 سنين الطفل اللي عنده هيموفيليا؟ الاكسترنسك لوحده ما ينفعش. عاوز ناس فاهمه. احنا مش بنتجلط باكسترنسك وانترنسك بانترنسك اساسا. لو باظ الانترنسك يحصل لك نزيف زي في نقص فيتامين كي زي في الهيموفيليا زي في الفون فيلبراند ديزيز كلهم ما عدا نقص فيتامين كي الاكسترنسك عندهم شغال زي الفل. فيتامين كي الوحيد اللي الاكسترنسك فوق البيعه باظ. الاكسترنسك ده اي كلام يعني بنسلي بيه الاطفال حاجه سريعه كده بسرعه يعني. شوف الواد اللي واقع في الشارع ده مصاب اعمل له اي حاجه حط له قطن ولا بتاع. نحن نتجلط بالانترنسك لو باظ الانترنسك بس والاكسترنسك سليم.
هاب موب النزيف او هيجي لك نزيف اسف هيموفيليا وفونفلفان. يبقى اول حاجه بتمنع الجلطه هو ان السموث اندوثيليا مخبيه الكولاجين اللي هو بيبتدي اكتيفيشن بليتليتس فاكتور 12 انترنسك ليه المهم. تاني طريقه قلنا الحركه بركه. طول ما انت بتتحرك اي اكتيف كلوتينج فاكتور خصوصا امتى بقى بيبقى لو بعد تقطيع بقى بعد اوبريشن بعد ديليفري ما تخافش شويه الاكتيف كلوتينج فاكتور دول اللي اتنشطوا في العمليه لو اتحركت بعد العمليه لو الست قامت بعد الولاده ومشيت كل دول هيحصل لهم ان اكتيفيشن. حركه بركه مفيش واحده تولد وتنام مفيش واحد يعمل عمليه وينام تنام ضعت. ثالث حاجه عاملها لك ربنا تمنع التجلط اللي هي هيبرين. خلاص قلنا الهيبرين ده اللي اكتشفه طالب سنه ثانيه حكيت لكم قصته طالب سنه ثانيه اكتشف هذا الهيبرين. يعني في امل ان انتوا تبقوا مكتشفين يا اولاد تبقوا زي الفل. في سنه 1916 قلنا جيما كان في جامعه قلنا فاكرها جونز هوبكنز يونيفرسيتي طالب اللي عرف الهيبرين ناتشو انتو اجرام بتاع ربنا هو وهناخده بعد شويه ان فيفو ان فيترو في كل حته يعني سايح في الدنيا كلها. هو عبد السلام نابلس هو ما بيمنعش التجلط هو بيساعد اللي بيمنع التجلط اللي هو الانتي ثرومبين. دول الثلاثه دول تعالى بقى الثلاثه سبيسيفيك. في ثلاث حاجات سبيسيفيك. اول حاجه ان في طرفي الميزان مادتين انتر اكشن بتوين ثرومبوكسان A2 وبروستاسايكل 2 بروستاجلاندينز. مين الخلية اللي مخها مخلوقة عشان الهيموستيزيس بليتلتس يبقى هي اللي تطلق الثرومبوكسان A2 وبالتالي تساعد الهيموستيزيس بناء ان الثرومبوكسان A2 يعمل اول خطوة اللي هي الفازو كونستيكشن ويجمع البليتلتس بليتلتس اجريجيشن اللي هي ايه مقدمة الخطوة التانية اللي هي البليتلت بلاج والخطوة الثالثة ما دام جمعت البليتلتس هيحصل عليها جلطة ان لم يحدث بليتلت اجريجيشن قلناها فلن يحدث بلاد كواجليشن سجعوا. يبقى ده ثرومبوكسان A2. مين الخلية اللي بتكره الهيموستيزيس والجلطات الاوعية السليمة السموث اندوثيليوم يطلق مادة بالعكس تماما اللي هي البروستاسايكلين برضو عبارة عن بروستاجلاندين برضو بيتعمل من الفوسفوليبيد عادي هما اتنين من الفوسفوليبيد من الاراكيدونيك اسيد بانزيم تبقى عارف اسمه سايكلو اوكسيجينيز. يبقى البروستاجلاندين بيتعملوا من الفوسفوليبيد على وجه التحديد اراكيدونيك اسيد بالسايكلو اوكسيجينيز. السموث اندوثيليوم دي بتعمل ايه بقى يا اولاد؟ بتعمل اتي البروستاسايكل فازو دايلتيشن وبتعمل حاجه تاني انها بتمنع البليتلتس اجريجيشن فلا هيحصل بلاج ولا هيحصل ثرومبوزس. نيجي الماده اللي بعد كده اسمها انتي ثرومبين 3 قلناها 100 مره بتسعه في الخير بتمنع فاكتور 9 وكمل 4 وراها 9 10 11 12 مين اللي بيشجعها؟ الهيبرين. ثم نيجي بقى للفايبرينوليتيك سيستم. فايبرينوليتيك سيستم تبقى عارفها كويس قوي. فايبرينوليتيك سيستم دي عباره عن انزيم والمنشط بتاعه البلازمين اللي بيساعد الجلطه بس هو موجود في صوره غير نشطه اسمها بلازمينوجين. مين اللي نشطها؟ تيشو بلازمينوجين اكتيفيتور للبلازمينوجين جاي من التيشو. يبقى اذا السيستم عباره عن انزيم والمنشط. انزيم في البلازما اسمه بلازمين والمنشط بتاعه اللي هو التيشو بلازمينوجين اكتيفيتور. بس يعيب هذا المنشط ان عنده انهيبيتور. هنا بقى نحكي القصه الاول مين يشيل الانهيبيتور عشان ننشط الانزيم ونساح الجلطه. مين الخليه اللي بتكره الهيموستيزيس عمى؟ النورمال اندوثيليوم. فالنورمال اندوثيليوم تطلع ماده تحور الثرومبين اسمها ثرومبوموديلين تحور الثرومبين فتدي ثرومبين ثرومبوموديلين كومبلكس. وتاملت هنا اختيار الماده كان ما يعني نفسه ماده للتامل انها الماده اللي هتساح بيها الجلطه هي نفسها اللي بتعمل الجلطه. ثرومبين اهم واحد بيعمل الجلطه ده اللي بينشط الفايبرينجين جروب اللي بيعمل الجلطه. هي بقى نقت الماده دي
خلاص عشان خاطر انا بس عاوز استاذنكم حاجه، هجيب التشارجر لان الظهر ايون اوت بدا. I don't believe موضوع هيبقى I hope نتكفينا لأن السلك كده عاوز connection صحيح. المهم نحاول نخلص بدري شوية. فقلنا إنها جابت الثرومب اللي هو بيعمل جلطة وطلعت حاجة تحوره اسمها ثرومبوميدولين، حولته الكومبلكس أحد جلطة كده، ضربنا عصفورين بحجر واحد. المادة اللي بتعمل الجلطة خلصنا منها لأن عملنا لها موديوليشن، غيرناها المادة تساعد الجلطة، يبقى اللي بتعمل الجلطة شلناها وعملناها مادة تساعد الجلطة. هذا الكومبلكس بحرف السي ينشب بروتين اسمه بروتين سي، أظن فاهم ليه، عشان بيتنشب بالثرومبين ثرومبو موديلين كومبلكس. فالسي مع اس حتى لطيفة مع بروتين اس ككو فاكتور يعمل آتي ده بقى، يشيل الانهيبيتور بتاع التي بي ايه. فالتي بي ايه مفيش انهيبيتور، تيشو بلازمينوجين اكتيفيتور يأكتيفيت البلازمينوجين للبلازمين يكسر الفايبرين واللي عامل الفايبرين فايبرينجين، يعني بلغتنا البلدي يقول لك واللي يتشدد له، يكسر الفايبرين واللي يتشدد له اللي هو الفايبرينجين، ومش كده وبس، وبقية عائلة الفايبرينجين اللي هي 5 و8 كان المفروض 13. قلنا 13 ما جاش جنبه ليه؟ لأن 13 ده بيقوي الجلطة بعد ما تحدث، هو أوريدي كسر الجلطة، كسر الفايبرين وكسر 8 و5، مفيش دعوة ب 13. فده يسموه فايبرينوليتيك سيستم، مهم جدا. ده بيجي لواحد سؤال، يبقى عباره عن انزيم بيحطم الجلطه بلازمين والمنشط بتاعه تي بي اي، المنشط عنده انهيبيتور، مين اللي يشيل الانهيبيتور؟ الذكاء بقى، الاندوثيليوم هي اللي عاوزه تشيل الجلطه، حورت الثرومبين بثرومبوميدولين الى ثرومبين ثرومبوميدولين كومبلكس، ضربت عصفورين بحجر واحد، حاجه تساح الجلطه جابتها من الحاجه اللي بتعمل الجلطه، الثرومب اللي بيعمل فايبرينجين جروب حولته لحاجه تكسر فايبرينجين جروب، الثرومبين ده اللي بيأكتيفيت الفايبرينجين جروب حولته لحاجه تحطم الفايبرينجين جروب. الكومبلكس ينشط بروتين سي مع بروتين اس، يعملوا ايه؟ يشيلوا الانهيبيتور فيتحطم الجلطه، الفايبرين واللي يتشدد له الفايبرينجين، وتحطم بقيه اعضاء الفايبرينجين جروب اللي هي 5 و8 بس، مالهاش دعوه بفاكتور 13. وقلت اذا نقصك الهيومن تيجي بلازمينجين اكتيفيتور جالك انفاركشن هتدفع كتير قوي فيه، من نعم الله التي لا تحصى انك كل يوم عندك تيجي بلازمينجين اكتيفيتور بيسيح لك اي جلطه اولا باول، لو خلصت مشكله مشكله مشكله. طيب ثم جينا النهارده يا اولاد قلنا الاتي، قلنا ازاي بقى الانتي كواجلانس الحاجات اللي بتمنع التجلط، ده التطبيقات الانتي كواجلانس. قلنا في الانتي كواجلانس ان فيترو يعني ان جلاس ومعناها اوتسايد ذا بودي في معامل التحاليل وفي بنوك الدم. مين اهم ايون مهم للتجلط؟ ايونايز كالسيوم، قوته في التشارجز يترسبوا بالاوكزاليت تخليه دايب بس مش متعين بالستريت، وهو ده اللي بيستخدموه في البلاد ترانسفيوجن. او نمره 2 بالهيبارين، يبقى الهيبارين اهو بناخده ناتشرال في الصفحه اللي قبلها وبناخده هنا ان فيترو. او نمره 3 انك انت فاكتور 12 ده بيتنشط بالكونتاكت مع الازاز، ابعده عن الازاز، سموه حتى جلاس فاكتور، ما تخليش فيه ازاز، بطل انبوبه بسيليكون او بواكس، يبقى كده انت منعت تنشيط فاكتور 12. دول التلات حاجات. طب ان فيفو في دوائين مشهورين، هيبرين ودايكيومارول اللي هو اسم العقار بتاعه وارفرين، دايكيومارول او وارفرين، تبقى عارف الكلام ده. ايه الفرق بينهم؟ قلت الهيبرين ده بتاع ربنا من البيزوفيليك والماسلز، بينشط انتي ثرومبين 3 اللي ملوش علاقه بالثرومبين اللي هو بيسعى بالخير، هو ما بيمنعش تجلط، بينشط انتي ثرومبين 3، والانتي ثرومبين 3 بيمنع
أربعة فاكتور، تسعة بالخير، تسعة عشر أحداشر اتناشر، بيشتغل إن فيترو إن فيفو وناتشو أنتيكو أجلان، كل حاجة فيه صح. ميستو أول ما تاخد حقنة الليبارين على طول مفيش تجلط، بس في عيبين حقنة والناس ما تحبش الحقن، تاخد بالحقن بس انترافينس أو انترامسك، ومدته قصيرة عاوز حقن كتيرة شورت دريشن. الدايكيمارول بقى العكس، ده من نباتات، حكيت لكم قصة البقرة اللي كلت النبات اللي فيه الدايكيمارول جالها نزيف وماتت، يبقى ده اوف بلانت اوريجين. بيشتغل ازاي؟ بيكمبيت مع الفيتامين المهم للتجلط اللي هو فيتامين كي في الليفر، يبقى لازم يبقى فيه ليفر، يبقى ما يشتغلش غير ان فيفو. فيفو يعني ان ليفنج، يعني انسايد ذا بودي، ده معناه. طب ايه ميزته؟ تاخد اورالي وبيقعد مده طويله لونج دريشن، بس في عيب انه لازم الاول تخلص البروثرومبين جروب اللي في الايه اللي في الدم قبل ما يبان ان الليفر ما عوضتش البروثرومبين جروب اللي كان في الدم وخلص ببروثرومبين جروب جديد، يبقى سلو اكشن. اهم حاجه في الجدول ده لازم نراقب على الانتي دوت، لان دي قنابل موقوته، البلاد ثينرز دي قنابل موقوته، لازم لو لقيت العيان حساس ليها والقلب الموضوع معاه من ايقاف من منع التجلط الى سيول الدم لازم تعرف توقفها. توقف ازاي؟ الدايكيمارول، انت عارف الدايكيمارول بيكومبيت مع فيتامين كي، يبقى تدي فيتامين كي. اما الليبارين بنوقفه بالبروتامين سلفيت. في ناس تغلس، افرض ما عندكش لا ده ولا ده، ادي بلاد فيه كل الفاكتورز بس من الدونر فورا، فريش بلاد ترانسفيوجن. يبقى ان فيفو ثلاث حاجات، كالسيوم وهيبارين وتخفي الازاز، اسف ان فيترو ثلاث حاجات، كالسيوم كليتنج ايجنتس وهيبارين وتخفي الازاز، ان فيفو حاجتين يا هيبارين يا دايكيمارول. طيب نيجي ديس اوردرز اوف هيموستاسيس، هنقولها تاني في عجاله. قلت يا اولاد لابد ان يتزامل الهيموستاسيس مع اصابه معتبره. طيب في اصابه ما فيش هيموستاسيس يبقى سيول الدم، بالعكس ما فيش اصابه وفي هيموستاسيس يبقى جلطه، ودي اهم حاجه تموت جلطه في القلب. وقلت حاجه غريبه ان يحصل اكسسيف بليدنج اند كلوتينج، يبقى ثلاث امراض. تمام، تعال نشوف مع بعض. الاكسسيف بليدنج قلنا لازم الطالب يبقى فاهم كويس قوي انه في حاجتين ما لهمش دعوه ببعض. البليتلتس دي مسؤوليتها الاساسيه انها توقف الجروح الصغيره زي البين بريك بروح، مش عاوز اجلط بالفازو كونستريكشن والبليتلت بلانك. لو في جرح كبير هنحتاج الكواجريشن فاكتورز. طبعا واحد يقول لي بتساهم معاهم البليتلتس، طبعا، بس لا يوجد مرض، مرض قلناها بسبب نقص البليتلتس يأثر في الكواجريشن. فمن وجهه نظر الامراض، الامراض نوعين، في ناس عندها مشكله في الجروح الصغيره وناس عندها مشكله في الجروح الكبيره. جروح كبيره عاوزه كواجريشن فاكتورز، جروح صغار عاوزه بليتلتس. طب في قلنا ثلاث امراض كواجليشن ديفكت، انتوا عليكم اثنين، نقص فيتامين كي والهيموفيليا، والاهم منهم اللي معلكوش اللي هو الفون فيلبران ديزيز اللي بدانا بيه الحصه دي. المقارنه رائعه، فيتامين كي مرض عام يصيب الاولاد والبنات، يبوظ الانترنسك والاكسترنسك، لان مفيش بروثرومبين جروب، البروثرومبين ده بروثرومبين سبعه يبقى الاكسترنسك باظ، تسعة يبقى الانترنسك باظ، يبقى تنساه نقص فيتامين كي عام ميل وفي ميل انترنسك واكسترنسك. انما الهيموفيليا مرض خاص موصلي الميلز، لانه سكس لينكد مرتبط بالكروموزوم اكس وريسيسيف، فهو عنده اكس واحدة يبقى هو اللي يصاب، واللي ست حامله له تدوله بس في الميلز، ويبقى بس الانترنسك باثوي. طب ايه اسباب نقص فيتامين كي؟ عارفينها يا اولاد، الامعاء ما فيهاش بكتيريا ستريلتي، بعد كده الفيتامين كي اتعمل بس ما امتصش، نقص الابزوربشن فات. طب اتعمل وامتص راح للليفر اللي ما فيش ليفر اساسا، مصنع الشلل في ليفر ديز، او احنا استخدمنا دايكيمارول. اما الهيموفيليا قلنا نقص 8 و9 و11 وحكيت قصصهم. نيجي البليتلتس، اوعى تنسى هقولها بقى في عجاله عشان قرب الباتري تخلص،
البليتلت بحرف البي او البيربرا بحرف البي، المرض اسمه بيربرا بحرف البي، بيبقى الديفكت في البليتلت بحرف البي اللي عم مليان نقط تحت الجلد، بيتيكي نقط دم تحت الجلد لونها بيربل ان كلر، واللي طويل عنده البليدنج تايم مش كواجيليشن تايم. وقلنا البليتلتس بتصاب بطريقتين، يا اما نقص في العدد ثرومبوسايتوبينيك تحت 50، يبقى اما ثرومبواثينيك ضعيفه. قلنا يعني ايه ضعيفه؟ يعني ما عندهاش الريسبتور اللي على الجلايكوبروتين كوت، يبقى يسموها ثرومبواثينيك. طبعا لما يبقى العدد قليل هتكتشفها بالبليدنج كاونت، هتلاقيه قليل. لكن سواء العدد قليل ثرومبوسايتوبينيك او ضعيفه ثرومبواثينيك، في الاثنين لما تحطهم في محك في مختبر تعمل شك الدبوس ما يعرفوش يوقفوها في 3 دقائق من غير جلطه اللي هو البليدنج تايم. يبقى هتنسى. يبقى البيربرا بحرف البي المرض متعلق بالصفائح، بليتلز بحرف البي العين شكله ابو نقطه منقط، بتيكي بحرف البي اللي طويل عنده بليدنج تايم نوت كواجيليشن تايم. اوعى تنسى الرقم لازم يبقى تحت كام؟ 50,000. طب بالعكس اكسسيف كلوت فورميشن تحصل في حالتين، قلت الحركه بركه، واحده ولدت او شخص عمل عمليه يبقى حصل اكتيفيشن للكلوتينج فاكتور في الحكايه دي، المفروض يقوم يتحرك بسرعه. ليه؟ عشان اي اكتيف كلوتينج فاكتور يلحق يروح للليفر تو بي ان اكتيفيتد. يبقى اول سبب سلو بلاد فلو، واحد بعد دليفري بعد اوبريشن ما حصلش حركه. السبب الاشهر بوظت السموث اندوثيليوم بالاثرو سكيروز، اهم سبب الوفاه، واحد في كل ثلاثه في عالمنا هذا بيموت من جلطه في القلب بسبب اكل الدهون، بتعمل تصلب شرايين اثيروسكلروز، تشيل السموث اندوثيليوم تبين الكولاجين، والكولاجين ده بيعمل مصيبتين، يشغل بليتلتس ويشغل انترنسيك باثوي. طب اكسسيف بليدنج اند كلوتينج ثالث حاجه قلتها لكم، لا يجوز ان يحمل الحي ميت. ست حامل البيبي مات لازم ننزله فورا، راجل عنده غلغلينه في رجله لازم امبيوتيشن نقطعها فورا، تروماتايز تيشو عربيه داست على رجله هارتها لازم تقطعها، الانسجه الميته دي هتطلع تيشو اكستراكت تنشط فاكتور ايه؟ قول معايا 7، وتنشيط بالهبل بقى كميه تيشو اكستراكت بالهبل، و7 ينشط 9 يبقى جلطات بالهبل 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 تنتهي بكارثه. خلصنا الكلوتين فاكتور يبقى نزيف نزيف نزيف. يبقى لا يجوز ان يحمل حي ميت. ست مات جواها البيبي لازم نشيله، تروماتايز تيشو زي في حالات سبتسيميا مثلا او جانجرينس تيشو لازم نشيلها، والا التيشو اكستراكت هينشط 7 ينشط اكسترنسك والاكسترنسك ينشط انترنسك، كميه جلطات بالهبل، خلصت الكلوتينج فاكتور قلب الموضوع الى نزيف. خلاص؟ طيب نيجي التس ونقفل بكده يا ولاد. How to test. قلنا لطالب فاهم لازم نتست البليتلتس ونتست الكلوتينج فاكتور. البليتلتس بنعملها تست طريقتين، تعمل كاونت، قلنا البليتلتس نورمال 150 الى 400 او 450 الف، افتح ودنك، لكل كيوبيك مليمتر. امتى يحصل لك فيلير يعني البليتلت ما تقدرش تشتغل لو نقص عددها عن 50,000؟ يبقى حضرتك عندك ريزيرف محتبر. طب تاني طريقه، عدد ناقص اللي هي ثرومبوسايتوبينيك، او عددها كويس بس ما لهاش لازمه ثرومبواثينيك ما عندهاش الريسبتور على الجلايكوبروتين كود، نختبرها بال بليدنج تايم، حطها في مختبر بين بريك وقول لها يلا وريني هتشتغل ازاي، ازاي هتوقفي النزيف بدون جلطه بالفازو كونستريكشن اللي هو بالسيروتونين والثرومبوكسان اي 2 والادروجين دايفوسفيت وبالبلاج، وريني لازم توقف النزيف في 3 دقائق، ما وقفش في 3 دقائق يبقى البليدنج تايم طويل يبقى البليتلت بايظ، وهذا يحدث في البيربرا اللي عنده بيتيكي. تاني بيربرا بحرف البي العيب في البليتلت بحرف البي العام مليان بيتيكي نقط تحت الجلد بحرف البي اللي طويل عنده البليدنج تايم مش كواجريشن تايم. طب هاو تو تيست كواجليشن تايم، نعمل هول كواجليشن تايم، تجيب انبوبه شعريه وتحط تعور نفسك يطلع نقطه دم، حط الانبوبه الشعريه تسحب الدم، كسر كسر لحد ما تلاقي خيط احمر يبقى هو ده الجلطه.
البيدنج تايم ما يزيدش عن 3 دقايق، الكواجليشن تايم ما يزيدش عن 10 دقايق. امتى يطول الكواجليشن تايم؟ في 3 امراض: هيموفيليا اللي بايظ فيها الانترنسك، ونقص فيتامين كي اللي بايظ فيه انترنسك واكسترنسك، والفون فيبران ديزيز اللي بايظ فيه انترنسك بس. يعني خد بالك في كل الامراض ناقص بايظ الانترنسك. اشهر واحد الفون فيبران ديزيز بايظ الانترنسك، هيموفيليا الانترنسك، فيتامين كي انترنسك، وكمان الاكسترنسك فوق البيع. طب ازاي نختبر الانترنسك وازاي نختبر الاكسترنسك؟ قلت لك بروثرومبين تايم واكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم، قلت لك ما تلخبطهمش. لو شلت تايم ولقيت بروثرومبين كلمه واحده يبقى دي اللي عاوزه فاكتور واحد اللي هو فاكتور 7، يبقى دي تيست فور اكسترنسك باثوي، تطول فقط في نقص فيتامين كي، لان هو الوحيد اللي بايظ عنده الاكسترنسك والانترنسك. انما الاكتيفيتد بارشال ثرومبو بلس ان تايم، شيل تايم هتلاقي 4 اكتيفيتد بارشال ثرومبو بلس، يبقى دي اللي عاوز 4 فاكتور، 8 9 قبل 10 و11 12، يبقى دي بتاعت الايه؟ الانترنسك فاكتور. دي هتطول في كل الامراض، الفون فيبراند والهيموفيليا ونقص فيتامين كي. مين بقى الفاكتورز؟ قلناهم يا شباب وانتوا حافظين احسن مني. الفايبرينجين جروب نقولهم بقى الستة بس بحفظهم صم. فايبرينجين وخمسة زائد تمانية يساوي 13، تبقى حافظهم. بروثرومبين بدل ما تقول 1973 3 7 9 10 قول بروثرومبين 7 9 10. كونتاكت جروب هتبقى 11 و 12. مين اللي سبيسيفيك فاكتور فور انترنسك؟ 2 قبل 10 8 9 و 2 بعد 10 11 12. مين اللي سبيسيفيك فاكتور فور اكسترنسك؟ 7 بطوله مطلقه الاكسترنسك. مين اللي الهيبارين بينشط الانتي ثرومبين 3 والانتي ثرومبين 3 بيوقف 4 بيسعى في الخير 9 10 11 12 تبقى عارفها. ولا تنسى اشهر نوع في الهيموفيليا هو نقص فاكتور 8، بدليل سموا 8 انتي هيموفيليا ايه او انتي هيموفيليا جلوبلينز، انه كانوا زمان فاكرين ده جلوبلين ضد الهيموفيليا، لحد ما لقوا الواد اللي اسمه ستيفن كريسمس، واحنا اهو في مناسبه الكريسماس دي قصه شاف فاكتور 9 ما عندوش نقص فاكتور 8 وعنده هيموفيليا، فعرفوا ان في فاكتور تاني هو فاكتور 9 وبيسموها بلازما ثرومبوبلاستين انتيسيدنت، يعني سابق، لانه سابق لفاكتور انا اسف بيسموه بلازما ثرومبوبلاستين كومباوند. بلازما ثرومبوبلاستين كومباوند فاكتور 11 بيسموه انتي هيموفيليا سي او بلازما ثرومبوبلاستين، مش كومباوند بقى، انتيسيدنت.